تنساني بيه؟ أسفين دي. أنا مش قايل محدش ينام قبل ما أجي، ما أنا مشغل معايا بهايم. غور منتظرينك. احضر لحضرتك العشاء. عشاء؟ وانتوا رافعين في حاجه؟ انتوا خلاص عجزتوا زي خير الحكومه، لازم تضربوا بالنار. انا مش عاوز اشوف خلقه حد فيكم. حال لموا حاجتكم وغوروا من هنا. تحت امرك يا هاني بيه. تحب حضرتك نغور دلوقتي ولا لما النهار يطلع؟ هاني بيه، هاني بيه، ايه في ايه؟ مالك؟ عاوزه ايه؟ انا ماشيه بس قلت اشوف حضرتك محتاج حاجه ولا لا قبل ما اغور زي ما سعادتك قلت. يا سلام، مش معنى المره دي يعني واخداها جد وعاوزه تغوري. اصلك اللي متغير قوي يا هاني باشا، مالك؟ هو في حاجه؟ مش حاجه. يلا روح اوضتك يلا وما تغوريش زي ما انت بتقولي. اسمعي، نعم، بعد كده لما اشخط فيكي واقول لك غوري ما تصدقينيش وما تغوريش. ربنا يخليك يا هاني بيه ويصلح لكم الحال انت والست الدكتوره نبيله. يا رب يا رب يديكوا الصحه وما يشمتش فيكم العدا ابدا. خلاص خلاص، انت هتغني؟ يلا روح امشي امشي. هو لازم يعني رزع البيبان ده؟ عادي، معلش يا مصباح. خلاص متعودنا على كده يا دكتورة نبيلة، بيشخط وينطر، ممكن كمان يغلط في الواحد، بس والله قلبه زي اللبن الحليب. ربنا يهدي سركم انتي وهاني بيه. قادر يا كريم؟ بصيتي على نورهان؟ ما تقلقيش عليها، اطمني طالعه زي حضرتك بالظبط. اسم الله عليها، سهرانه فوق بتذاكر. ربنا ينجحها وينجح مقصدك يا رب. الله، حلوه قوي الدعوه دي، عاديها تاني. ادعي لي من قلبك يا مصباح. جلسه خلاص قربت. وايه يعني؟ هي دي اول قضيه ولا اخر قضيه؟ ما انت طول عمرك على ده الحال. بقول لك ايه، تاخدي لك سندوتش كده اهو يسندك مع كوبايه الشاي. انت بقالك يومين عايشه على الشاي وعلى القهوه، ما دقتيش ازاي؟ انا لا هاكل ولا هنام الا ما اخد البراءه للراجل الغلبان ده. دي قضيتي، قضيه عمري. براءه ان شاء الله. براءه. اجيب لك بسكويت بقى حلاوه البراءه؟ الحلاوه بعدين. طب يلا بقى عشان عايزه اشوف شغلي، وارزعي الباب وراكي. حاضر.
وحشتني قوي. أنا ما وحشتكش. ولا الراجل اللي أنا عايشة معاه ده اللي بيرزع البيبان في الطلعة والدخلة ده يبقى مين؟ أهلا يا صفية. إيه ده؟ أنت لسه صاحية ولا نمتي وصحيتي؟ تصدقي بالله كان قلبي حاسس انك هتتصلي بي. القلوب عند بعضها، لا سهرانه ولا لسه صاحي. حسيت بشويه ارق كده، قمت براح من جنب حسام عشان ما اقلقوش، عشان عنده عمليه الصبح بدري. وانت يا حبيبتي عامله ايه انت وهاني؟ زي كل ليله من 3 سنين، كل واحد في اوضته، والبيبان بتترزع وشغالين بيتشتموا ويمكن يتضربوا كمان، وبعدين يرجع يعتذر. حاولي تديله فرصة وتدي نفسك فرصة انت كمان يا نبيل. هتفضلوا في الحرب دي لحد امتى بس؟ هاني مش وحش وبيحبك من ايام الجامعة، وانت كمان بتحبيه وما فرطش فيك العمر ده كله، وبرضه مستحمل شكك فيه. هو برضه اللي مستحمل؟ ولا ده هاني اللي كنا نعرفه؟ خلاص خلاص، بس ما تفضليش عايشه في الشك ده على طول، عشان خاطري يا حبيبتي مش كويس على صحتك ولا على اعصابك ولا على شغلك. سيبك من الموضوع اللي ما بيخلصش ده وخلينا في القضيه. انا عايزاكي النهارده وانتي بتصلي الفجر تدعي لي، عشان انا عارفه وحاسه ان السما بتصدق قلبك. ايه ده؟ انت لسه صاحيه؟ ايوه لسه مخلصه مذاكره، وبعدين ما انت لسه سهرانه اهو. لا خلاص. هفضل طول عمري حاسه اني تلميذه، لازم اذاكر كويس جدا قبل اي قضيه. مفيش نجاح من غير تعب ولا سهر ولا جد. بجد؟ عليكي شوية حاجات. دبدوبي، خدي الدبدوب بتاعك ده. ايه ده؟ دي صورة برضو تحطيها الباك جراوند بتاع الكمبيوتر بتاعك؟ ايه ده؟ مالك يا ماما؟ عينيكي كده زي ما تكوني عايزة تعيطي. انا عارفة، اصل انتي لما بتبقي سهرانة بتبقي عمالة تفكري في جدو شكري. جدك وحشني، وحشني قوي يا نور. وانا كمان يا مامي جدو وحشني قوي قوي قوي، ونفسي يرجع بقى وياخدني في حضنه كده. 3 سنين بس لو اعرف هو فين كده. برضو يا عمي شكري ما وحشناكش. هيرجع يا مامي، اكيد هيرجع. منهم لله اللي بهدلوه. انت لسه صاحي يا حبيبتي؟ مساء الخير. قول صباح الخير يا بابي. ما عادش تفرق في البيت ده، صباحه بقى زي مساء، ده مفيش حتى حد بيرد على حد. انتوا ابتديتوا المعركة؟ الله يكون في عونكم. لا انا بقى، تصبحوا على خير. صباح على خير يا حبيبتي. اهلا بابي. احلام سعيدة. Thank you.
من فضلك يا هاني، عايز انام. لازم نحط نهاية اللي بينا ده بقى. انت ما سمعتيش بنتك قالت ايه؟ البنت بقت خلاص تنام وتصحى على مشاكلنا. مش ذنبي، من يوم ما اتهموا ابويا ظلم في قضية القتل واضطر يهرب ويختفي، وانا اقسمت لك ان اللي بينا مش هيكون اكتر من صورة الاتنين متجوزين. وانا بقالي 3 سنين بحاول ارجع الصورة دي لوضعها الطبيعي. ما سألتيش نفسك انا ليه بتعذب بقالي 3 سنين؟ علشان بحبك، علشان باقي على العشرة اللي بينا، مش بس عشان كده، كمان علشان نوران. لو باقي عليها فعلا زي ما بتقول كنت قلت لي ابويا فين وساعدتني على اثبات براءته. هروب عم شكري هو اللي حطينا في الموقف ده. انت فاهم كويس قوي ان ابويا هرب عشان يثبت براءته من تهمه انت اكتر واحد عارف اتلفقت له ازاي. ايوه بس ابوكي هو اللي هرب مش انا اللي هربت. انت كمان هربت. انا عمري ما حسيت ان قضيه ابويا بتهمك، بالعكس كان كل ما الاقي شعاع يوصلني ليه الاقيك قدامي بتحاول تضللني وتتوهني عشان ما اوصلش. انا مش قادره افهم انت ايه مصلحتك في اختفاء ابويا او ادانته. انت كده بتتهميني اتهام بشع. انا اكتر واحد اتاثرت من غياب عم شكري، مصالحي كلها اتهزت، الجرايد كل يوم عامله لي فضيحه. فضيحه؟ ما تزعليش مني، هي دي الحقيقه. اللي صابك صابني بالظبط، وبدل ما تتهميني حط ايدك في ايدي علشان نكمل المشوار الطويل اللي بدأناه سوا. المشوار ده خلص خلاص، وعمره ما هيكمل الا لما ابويا يظهر واثبت براءته قدامك انت بالذات قبل اي حد تاني، وساعتها بس يمكن اقبل اعتذارك عن كلمه فضيحه اللي انت قلتها دي. اللي بتتكلم عنه ده ابويا، عارف يعني ايه ابويا؟ واللي واقف قدامك ده يبقى جوزك، جوزك اللي بيحبك، اللي مش قادر يفرط في ولا ثانيه ولا دقيقه عاشها معاكي. للاسف اكتشفت ان الايام والليالي والثواني والساعات اللي عشتها معاك ما كانتش اكتر من ورق في نتيجه. اليوم اللي بيعدي انت قاسيه، انت قاسيه قوي. عمري ما تصورت ان الايام الجميله اللي عشناها مع بعض تبقى مجرد ورق في نتيجة بنقطعه ونرميه. يا خسارة. تصبح على خير. مين اللي بيخبط على الصبحية كده؟ افتح يا عم عبد الغفار، أنا السول برعي. وإيه اللي جابك يا برعي كده على الصبح بس؟ أصلي بقالي يومين في الناحية، داير ألف على الواد متولي ابن هياتم، اكمنه عليه حكمه وهربان منه. وأنا مالي يا برعي؟ هو أنا باخد الهربانين أخبيهم في عنابر المواشي؟ أنا قلت يعني أجي أسلم عليك وأشرب معاك الشاي، وأرجع ألف لفتي وأرجع أثبت لحالي إني ما لقيتش الواد متولي ابن هياتم. خلاص يا سيدي. الشاي جوه البراد مليان، اشربوا اشربوا كله يا اخويا. يلا حلاوة حالك يا حسام، ان شاء الله هتبقي بخير. وانا حاسس ان الدواء اللي كتبه لك الدكتور ده الله يبارك فيه هيخليكي مرتاحه على الاخر ان شاء الله. بس هو شوية الحرقان اللي عندي معدتي. ايه اخويا؟ معلش معلش يا اخويا، عطلتك عن شغلك. عطلتني ده ايه؟ انا اللي يهمني راحتك. بعدين بقول لك ايه، انا هوصلك البيت وهنزل الف لي لفه ولا لفتين بالتاكسي، وربنا هيرزقنا ان شاء الله، واجيب لك الدواء وهتبقي ان شاء الله زي الحصاد. على مهلك على مهلك يا
الله 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 الله، ودي ايه الزنقه المهببه دي؟ طب هركب التاكسي ازاي وهطلع بيه ازاي يا ابني؟ عربيه مين دي؟ سعاده الباشا زمانه نازل حالا وكله هيبقى كله قلصه. ازاي تخليه يقفل عليا يا ابني؟ اتفضل زقها. ما ينفعش يا بيه، دي اوتوماتيكي. اوتوماتيكي ولا مش اوتوماتيكي، انا ورايا شغل اكل عيش. يا عم روق، حد قال لك تقف مكانه؟ ما الدنيا واسعه حواليك اهي يا ابني. الحاجه كانت تعبانه وقلت انزلها قدام باب العماره عشان ما تمشيش، وبعدين ما انت شايف مين حابس مين. يا عم عايزك تهدى والنبي، الباشا زمانه نازل كل واحد هيروح لحاله، وبعدين انت مش اول واحد ولا اخر واحد يتحبس، حظكوا كده. يا ابني كنت بصرنا ولا قول لنا؟ ده انا تعبانه ومحتاجه للي يحطني في سريري، والراجل وراها اكل عيش. طب ايدك معايا نزقها سوا يلا. يا عم الحاج اصبر، بقول لك دي اوتوماتيكي ما ينفعش فيها الزق، باين عليك راجل محترم ما تبهدلش روحك. سعاده الباشا لو نزل ولقانا بنزقها هتبقى شغلانه. معناه ايه الكلام ده؟ انت بتخوفني؟ هيكون مين يعني؟ انا الاستاذ عبد الحق الدشوقي ناظر مدرسه المنيره المشتركه الاعداديه. بعدين هتفضلي على طول كده تلفي حوالين نفسك؟ هفضل الف حواليك. حواليا ولا عليا؟ حواليك، معاش اللي يلف عليك يا عيني. طب تعالي اقعدي عشان نكمل كلامنا. اقعدي. انا قلت ما عجبكش، بقالي سنه بقول ما بيعجبكش، اعمل ايه؟ اديني بلف حوالين نفسي يمكن حد يحس بيا. ضغط اكتر من كده عليا انا مش هستحمل. انا مش ناقص، كفايه اللي انا فيه. اللي انت فيه مش مني، كل ليله بتيجي معبي غيظ. انا ذنبي ايه؟ انا قلت لك الحل وانت مش عايز تسمع كلامي، يبقى انا برضو ذنبي ايه؟ هو اللي انا بطلبه ماليش حق فيه؟ ما ترد. ما اقدرش اسيب نبيله دلوقتي، ودلوقتي بالذات، دلوقتي بالذات ما اقدرش. لا تقدر، ده انت هاني عثمان والبلد كلها عارفه مين هاني عثمان، وتعرف انه هاني لما يعوز يعمل حاجه بتتعمل لوحديها. عايز تقولي اللي انا طالباه مستحيل؟ ما انت عملت المستحيل، عملتني. كويس قوي انك فاكره اني انا اللي عملتك، بس اللي انت مصممه عليه بقى هيضر بمصالحنا، هيأذينا احنا الاتنين، هيكشفنا بره وجوه، وساعتها بقى الصحافة في مصر هتقول وتعيد وتزيد عن سوسن وهاني، هتتكلم عن اللي عملناه وحتى عن اللي ما عملناهوش. هنعمل ايه يا عبد الحق؟ هنفضل محبوسين كده؟ هنعمل ايه؟ امر الله. انا اللي مضايقني اكتر ان زمان عصام خلص ورديته ورجع، وزمانه قلقان علينا. بلاش يا بلحق يعقل يا اسطى. اسطى والله انا هاين عليا افرغ له الكاوتش ولا كسر له الازاز، بس هيقول عليا الراجل اتهبل على اخر الزمن. لا لا يا عبد الحق، ده انت مدير مدرسه قد الدنيا يا اخويا، وطول عمرك راجل محترم، هتيجي على الاخر وتقول لي قيمتك؟ خلاص عشان تبين عليك راجل طيب يا استاذ عبد الحق انا طالع له. ما احنا كويسين بقالنا 5 سنين، واحنا كويسين. احنا كده كويسين يعني؟ عاجبك الحال ده؟ ايوه عاجبني، وعاجب البيزنس، عاجب الناس الكبار اللي بره، ولو عاوزين العلاقه بيننا تبقى غير كده كانوا امرونا، كانوا فرضوها علينا. يعني كنت هتسمع كلامهم؟ لا انا ما اقدرش اجاوب على سؤال ما حصلش. عشان مني يبقى ما حصلش؟ يعني كل كلامي في الهوا ملوش قيمه؟ يا بنت الناس خلينا زي ما احنا، احنا كويسين قوي كده. يا سوسن محدش عارف بكره في ايه. في ايه بكره غير اللي كان فيه امبارح يا سيهاني؟ في انها لسه مشاركاني فيك. ما هي دي مصيبتك، عاوزه كل حاجه تبقى ليكي، عامله زي القطر اللي من غير فرامل. انا ما خدتش حاجه الست هاني كانت عايزاها، ما انا عارفه العلاقه اللي بينكم شكلها ايه.
ثانيا من حقي كل ما الاقي السكه فاضيه اخش واملاها، والسكه عندي هي قلبك، نفسي الاقيه فاضي ليا لوحدي. على العموم لازم تعرفي انها لسه ما سابتنيش. اه هي فعلا ما سابتكش، هي رمياك. رمياني؟ وانا شارياك. شاريها انت ليه بقى؟ ما تقوليش حب، ما حدش بيحب حد بيكرهه. الموضوع في سر اموت اعرفه. العشره اللي بيني وبين نبيله سنين وعمر، ورغم كل اللي حصل فالعلاقه بيننا ما انتهتش. طيب عن اذنك يا عنيا. على فين؟ هيكون على فين يعني؟ على النايت، لازم اطلع اجهز احسن اتاخرت. يا بنتي يا زكية، انت يا زوزو يا زفنة. حالك يا ست هاني؟ ده انا مجهزه الحمام من بدري. عملتها بجناني وبفلوسي. عطلان يا بيه، عطلان من ربع ساعة. طب وايه اللي مطلعك؟ عادي يا باشا، اصل بس في واحد اتزنق قصاد عربية سعادتك. هو مستعجل على ايه؟ في ايه؟ اصل مؤاخذة، راجل كبير ومعاه مراته وكانوا عند الدكتور وباين عليها تعبانة شوية. اديني ناس. استاذ انت فندم اللي بتجري ومش عايز ترد عليا. خلاص هركب واشرب. ما تزودش الكلام. ما تزودش الكلام. ما تزودش الكلام يعني ايه؟ هتعمل لي فيها فيلم؟ انا نازل 9 دولار على رجليا. يعني اتفلق يعني؟ والله عاوز تتفلق اتفلق. ناس ما عندهاش دم. انا بقى مش هروح بيت الليله دي، وانت مش ماشي من هنا الليله دي. اهدى يا استاذ عبد الحق، ما تخبطش في الحلل كتير. قصر قصر يا ست، وشوفي جوزك رايحين تعملوا ايه. بينا على الاسم، لان حضرتك مخالف واقف صف تاني. ابعد عن العربيه يا راجل، مجنون انت. انا مجنون؟ انا مش هسيبك الا في الاسم. على مجانين. ميت 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 ميت. لو شفتي وشه يا ابيض، ده انت باين عليكي زعلتي الباشا بالجامد قوي. كان شكله ايه؟ شكله يا لهوي يا لهوي يا لهوي، ده كان حته نار، حته نار قايده كده في بعضيها. لزومه ايه بس نزعله ونرجع احنا نزعل من تاني؟ بيت لمي ديلك لقطعهولك. لماه لماه هو يا ابيض، بس برضو يعني ما تبسبسيش يا بيت. انا كلمتي وان واي، مفيش رجوع. انا عارفه عايزه ايه وهاخده ازاي. واحنا قلنا حاجه لا سمح الله؟ وان ايه بقى وبتاع ايه؟ مفيش حاجة لا سمح الله، وهو برضو راجلنا. راجلها هي، واخدة مني الست الدكتورة المحامية. ما هي برضو مراته من أكتر من 15 سنة يا أبلة. امشي قولي من وشي يا بنت. ايه اللي حصل؟ بابا حصل له ايه؟ ازاي دلوقتي؟ الممرضة قالت انه فاق شوية وبس ما بيتكلمش، وحاطينه في الرعاية ومانعين عنه الزيارة. ايوه ايه اللي حصل برضه وليه؟ نزل الألم على وشه عصر قلبه، اتقهر قدام عيالي. ألم؟ مين السافر ده اللي ضربه بالألم؟ ما طلبتنيش ساعتها ليه وانا كنت اجي امسح بكرامة أهله الأرض؟ يا ابني احنا كنا محتاسين مع أبوه. ان شاء الله هيقوم بالسلامه. ده انا حتى لسه راجعه من البروفه ما لحقتش حتى اطلع البيت، جيت جري انا وعصام، قلت اطمن الاول وبعدين ادي خبر لبابا بالتليفون. فيكي الخير يا انا يا بنتي، انت وابوك فيكي الخير يا عبد. ده بصوا غالي علينا قوي، ده هو اللي مربيني ومربي بناته واولاد الحته كلهم. بسم الله
لحد امتى هفضل اشوفك في الحلم؟ وحشتني قوي يا بابا. ايه الاكل ده كله يا دكتوره؟ هناكل ده كله؟ احنا بنشوفك الا كل فين وفين، انا مشغوله وانت مشغول والشغل واخدنا من بعض. انا بقى كده زارنا انا هاكل لوحدي بقى ولا ايه؟ لا طبعا هاكل معاك. رحيم يا كاني باكل من ايد مامتي. تعرفي انت شبهها قوي قوي. الله يرحمها. انت عارفه انا صممت لما اتولدتي ان انا اسميك على اسمها نبيله. انت ليه ما بتجيش تقعد عندنا يومين؟ انت بتوحشني جدا يا بابا. غصب عني يا بنتي، انا في مشاكل في الشغل وربنا يستر. هو هاني جه ولا ايه؟ لا هاني لسه بدري عليه. في ايه يا بابا؟ ها؟ لا 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 ابدا ابدا ما فيش حاجه. طب تعالى كمل اكلك بقى. لا يا نبيل انا مش قادر اكل. طب على الاقل خد التفاحه دي من ايدي. لا 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 انا عايز اطمن عليكي، لان ما بقاش في الدنيا غيرك انتي ونورهان، ومش عارف الدنيا هتعمل فينا ايه. في ايه يا بابا؟ انت قلقتني كده. لا مفيش قلق ولا حاجه. لا انا كل اللي عاوزه منك بس انك انتي تفتكري الكلام ده، وهتعرفي بعدين ليه انا قلته لك. تعال يا بابا اقعد، انا حاسه انك مخبي عليا حاجه. اتكلم، قول لي ايه اللي شغلك. ان شاء الله خير يا حبيبتي، بس ادعي لي بس ان انا اكمل اللي بدات فيه، والمهم ان يكون عندك ثقه في ابوك. قلبي بيقول ان في حاجه جواك قلقاك وبعدك عن الدنيا واللي فيها. ايه يا مامي؟ ايه اللي مصحيكي لحد دلوقتي؟ ولا حاجة حبيبتي، هنام بس ياك اقدر انام. نبيلة شكري السحار حاضرة مع المتهم ابراهيم السيد المعداوي، وتطلب اصليا واحتياطيا البراءة تأسيسا على عدم معقولية تصور الواقعة. سيدي الرئيس، هذه القضية ليست قضية هذا الرجل وحده الماثل أمام عدالتكم، لكنها قضية آلاف الرجال مثله من الشرفاء والأبرياء. فالتهمة يا سيدي الرئيس تهمة مدسوسة على موكلي، وللأسف فإن الذين دسوا عليه التهمة هم أقرب الناس إليه، مدفوعين بدوافع شريرة التي تنال من الشرفاء أصحاب الضمائر. فبحكم عدالتكم على هذا الرجل، إنما يمنع الفساد والظلم الذي يدفع بالأبرياء وراء القضبان دون ذنب جنوه أو جرم اقترفوه. سيدي الرئيس، حضرات المستشارين، من خلال تداول الجلسات السابقة وسماع الشهود والأدلة القاطعة وملابسات القضية وطلبات الدفاع، أكتفي بهذا القدر. بناء عليه نطلب من سيادتكم
الحكم ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه. وشكراً سيادة الرئيس. الحكم آخر الجلسة. رفعت الجلسة. محكمة! إن شاء الله خير. طمن. هاي دكتورة، تتوقعي إيه؟ إن شاء الله براءة، إن شاء الله. أنا كنت حاسس إن بنتي هي اللي بتدافع عني. محكمة! بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الشهود ومرافعة الدفاع، حكمت المحكمة حضورياً ببراءة المتهم إبراهيم السيد المعداوي من التهمة المنسوبة إليه. رفعت الجلسة. محكمة! ايوه هاني بيه، متشكره جدا، الف شكر. من فضلك يا دكتوره. دكتوره نبيله، من فضلك، اولا الف الف مبروك على البراءه. الله يبارك فيك. انا عندي سؤال واحد بس، مش هلاقي اجابه ليه غير عند حضرتك. اتفضل اسال، اتفضلوا اسالوا كلكم، انا تحت امركم. ازاي حضرتك جبتي؟ ثانيه واحده، ثانيه واحده لو سمحت. الو، ايوه يا صافي، خدنا البراءه والله. ما عندكيش فكرة أنا مبسوطة قد إيه. الحمد لله. طب هكلمك بعد شوي. باي باي. اتفضل يا أستاذ فؤاد. فؤاد أيوب. والسؤال يا دكتورة، إزاي جبت البراءة وكل الأدلة كانت واخدة إبراهيم المعداوي للإعدام دغري؟ وطبعاً يا دكتورة الرأي العام ليه كلمته برضه. رأي عام، رأي خاص، كل ده له احترامه عندي. بس العدل الحقيقي مالوش غير النص المكتوب في القانون. مع ضمير القاضي طبعاً. مظبوط ولا مش مظبوط؟ مظبوط يا دكتورة. أيوة بس حضرتك برضو ما جاوبتيش على سؤالي. شوف الأول حيثيات الحكم وبعدين اتناقش. اتناقش ايه بقى يا دكتورة؟ الحكم عنوان الحقيقة. برافو عليك، ده انت مذاكر، انت دارس حقوق ولا ايه؟ ثانية واحدة. أيوة يا نور، خدنا البراءة. ايه ده، انت عرفتي؟ عرفتي منين؟ آه، الله يبارك فيك. طيب أنا راجع على طول. باي باي يا حبيبتي. يا دكتورة نبيلة، معلش سؤال تاني. معلش مش حاضر، استنى. أنا دكتورة أرجوكي. يا دكتورة. دكتورة نبيلة. يا دكتورة. يا دكتورة. يا دكتورة نبيلة. الدكتورة. دكتورة نبيلة. دكتورة نبيلة. ايوه يا استاذ فؤاد، حضرتك المتهم ابراهيم المعداوي. ما بقاش متهم، اسمه بريء. عند حضرتك حق، البريء ابراهيم المعداوي. ظروفه زي ظروف والد حضرتك بالظبط، يمكن كمان يكون في شبه كبير بينهم. فهل حضرتك كنت حاسه انك بتدافعي عن شكر السحار وانت بتشيلي حبل المشنقه من حوالين رقبه ابراهيم المعداوي؟ ظروفه زي ظروف والدي، وان شاء الله هجيب البراءه لشكر السحار اللي تعبكوا ده. في حاجه شخصيه تانية عايز تعرفها؟ تحب تعرف انا هاكل ايه النهارده؟ لا يا دكتوره نبيله، دي مش اسئله شخصيه ليها علاقه بالوجبه المفضله لعائله حضرتك، دي ليها علاقه باقتصاد البلد اللي هو مش اقتصادكم انت وهاني عثمان. العمليه اكبر واكبر. طبعا حضرتك ما تقدريش تنكري انك زوجه هاني بيه عثمان، يعني شريكه حياته، يعني في جزء من المسؤوليه. ايوه يا صفية، ازيك؟ لا ما تاخرتش عليكي ولا حاجه، انا قلت اما ارجع البيت ابقى اكلمك. انا اصلي مودي مش كويس، انا فعلا كنت طالعه من المحكمه فرحانه جدا.
ربنا وعدني بواحد صحفي رزل بوظ عليا فرحتي، بس هو له حق، فكرني بحاجتين مش ممكن انساهم ابدا. ابويا شكري سحار المتهم في جريمه قتل ولسه هربان، وجوزي رجل الاعمال الكبير هاني باشا عثمان. ماما نبيلة الملوخيه هتبرد. يلا يا بلبله. مالك؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ انت بتعيطي عشان فرحانه؟ ما احنا كسبنا القضيه. كنت فاكره كده. يعني ايه؟ امال اللي حصل ده النهارده كان ايه؟ نسيت نفسي، لكن جدك لسه هربان، بقالي 3 سنين معرفش عنه اي حاجه. ليه يا نور جدك يعمل فيا كده؟ طب يتصل بيا يقول لي اي حاجه، افهم اي حاجه. يا ماما ما تبوظيش الانتصار اللي انت عملتيه النهارده، ده الدنيا كلها فرحانه، وبكره الجرايد هتكتب وتقول. اه هتكتب وتقول، هتقول نبيلة شكري السحار كسبت قضية المعداوي وخسرت قضية أبوها. مش ده اللي هيقولوه؟ دول ألوف فعلا، ومش بكرة ده النهاردة، وألوف وشي. طب حضرتك ما رديتيش عليهم ليه؟ أرد أقول إيه؟ الله يسامحك يا هاني، النهاردة الصبح كنت بحارب وجوايا ثقة كبيرة قوي، دلوقتي خايفة ومهزومة وشاكة في كل حاجة وفي أي حد. أنا جاي جري جري عشان ألحقكوا على الغدا حبيبتي. مبروك يا دكتورة. شكرا. أنا أول واحد وصلني الخبر لو سمحتي. وعرفت ازاي بالسرعة دي؟ عرفت ازاي؟ انا حط ودني على الهوا واسمع كل اللي بيتقال. يا جامد يا بابي. مش قوي كده، كل الحكاية صحفي ولا اتنين من اياهم اللي انت بتشغلهم كانوا موجودين النهاردة الصبح في الجلسة. مش شطارة يعني. هي فعلا مش شطارة. انا هاجي ايه جنب الدكتورة نبيلة السحار المحامية العظيمة؟ ده انت شلت حبل المشنقة من رقبة راجل قاتل. سوري قصدي يعني كان متهم بالقتل. عقبال ما اقدر اشيل حبل المشنقة من رقبة ابويا. عم شكري لو فضل هربان انت مش هتقدر تساعديه، لازم يرجع علشان يثبت براءته بنفسه. كفاية هرب بقى. ان شاء الله هيرجع. شكري السحار لازم يرجع.